قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعرض في هذه الأيام في بعض القنوات الفضائية مناظرة بين السنة والرافضة ويشاهدها الناس وتأثر بها وما يحصل فيها، السؤال: هل تنصح بمشاهدتها للعوام ولغيرهم؟ لا أنصح بمشاهدتها، أنصح بمقاطعتها، لأن القصد منها إظهار مذهب الشيعة، ويختارون ممن يتسمون بالسنة، ما يجيبون سني صحيح وعالم، يختارون أضعف الناس وأجهل الناس ويسمونه سني، يجيبون علشان ينهزم أمامهم ثم يقولون انتصر مذهب الشيعة. هذا معروف عندهم من قديم أنهم ينتحلون أشياء باسم أهل السنة، يجيبون شخص ولو منتحل يجعلون مناظرة بين سني وشيعي منتحل ما هو صحيح، ثم ينهزم السني ويقولون انتصر مذهب الشيعة. هذا كله القصد منه إظهار مذهب الشيعة، فأنصح بعدم النظر فيها وعدم الاستماع لها، لأنها باطل ودعوة إلى الباطل. نعم. لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. أحسن الله عليك، هل يجوز مجابهة الروابط في القنوات الفضائية أمام الملأ؟ هذا الذي سمعنا لا فائدة فيه، وإن وجدت فائدة فهي قليلة، وربما بعض الأحيان مترتبة على قوة المناظر، وكثيرا ممن يخرجون في هذا يضعفون على الرد. هذا باب، وأنا أقول مثل هذا لا يجوز للآتي، اسمعوه مني: في مثل هذه القنوات أو الفضائيات ترويج لباطل أهل الباطل ونشر لعقائدهم وشبههم، بينما كثير من أهل السنة ومن الناس لا يعرفون شبههم، فأنت في مثل هذه المجالس أو المحافل تساعد على نشر باطلهم فيسمعه الناس جميعا، وربما علقت الشبهة، بل في كثير من الأحيان تعلق الشبهة بالقلوب ولا يستطيع السامع أن يتخلص منها حتى ولو كان الرد قوي، لكن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فكيف إذا كان المناظر ضعيفا؟ فلأجل هذا أنا أقول لا يجوز، والمناظر لهؤلاء إنما تكون مع العلماء لإقامة الحجة عليهم، فإن رجعوا فذاك هم الذين يبينون للناس أنهم رجعوا عن باطلهم، وهذا أبلغ في أصحابهم وأقوامهم، وإن لم يرجعوا كنا قد صنا أبناء الإسلام وأهل الإسلام عن سماع مثل هذا. ثم نحن ما علمنا بيوم من الأيام أن المناظرات كانت على هذا النحو، وإنما المناظرات الشرعية الصحيحة تكون بأمر الإمام، بأمر السلطان، وفي محفل يجتمع له ويحكمه العلماء. أما هذه الطرائق فليست بصحيحة. نعم.